ينهي، القهوة لذيذة جدا. إذا انتهيت فلنغادر. بعد كل هذه السنوات تعتبرينني غريبا؟ هيا اعتبريني كأخيك واستريحي، لا توتروني أمور كهذا. حسنا. حقا؟ يجب أن أذهب الآن، أطفئ الضوء وأغلق المعرض. ماذا؟ هاي هاي، ما الأمر؟ هيا، كنت صبورا جدا معك. أنت مجرد يتيمة تصرين على أنك أفضل من الآخرين؟ لا يمكنك خداع أي أحد، أتعلمين؟ أحب الفتاة القوية. عودي عودي إلى هنا. تعالي تعالي، عودي إلى هنا، توقفي. لن تذهبي، تعالي. توقفي. ينهي، ماذا حدث؟ هاي، توقف، خذ، توقف. توقف. لا تبكي ينهي، أحمق. جنهي، انتظر انتظر، لما أنت هنا؟ ماذا تفعل؟ لقد أسأت فهم الأمور، أنا فقط. لا تفسر، كأنني لم أرى شيئا. هاي، الأمر ليس كذلك. أخبرني، ألهذا اخترت أن تصبح مطربا؟ ماذا؟ جنهي، أنت ما بك؟ سأريك. أرجوكما، توقفا. سوف ترى. توقفا توقفا، يكفي. هيا ابتعد، خذ. توقفا، ماذا تفعلان؟ توقفا أرجوكما، ابتعد. ما
اتبعني هي. هيا. أنت أولا. أحمق. هي تستطيع أن تشرب. قلت إنني آسف. لا تكلمني. من هي؟ لست وحدك من ضرب. لا أرغب بالتحدث إليك. لقد ضربتني بقوة. هل وجهك فقط ما يؤلم؟ إن قلبي يتألم لأن صديقي اعتقد أنني من الممكن أن أفعل شيئا كهذا. هذا يحزنني. لقد كنت تميل لفعل هذا. لماذا؟ قريبا سوف أقتله. أخبرني لماذا أتيت؟ حسنا ينهي. نعم نعم فهمت. سأكون هناك. نعم سألتك لماذا أتيت؟ أعتقد أنه ليس الوقت المناسب. خذي هذه بطاقتي. سنتقابل ثانية. إلى اللقاء. انتظر جون هي. الفاتورة. حسنا لو سمحت كم الحساب؟ 18 دولارا. جيد. من هي؟ ادفع أنت. هي ما الأمر؟ تشعرين بالغثيان ثانية؟ أنا من هي. هل رأيت إيبان اليوم؟ أين يكون في العادة؟ شكرا لك. هل أنت بخير؟ أجل. علي أن أقوم بأمر ما. لن أتأخر. حسنا. جنهي سأتصل بجنك. إيه وكفي عن الاتصال. ستقضين كل الليل على الهاتف. ألم تتعبي من الكلام؟ أمي بقي لدي القليل من المكالمات. مرحبا. إيه تتكلم. حصلت على الجائزة الأولى. شكرا. نعم بالطبع سأحتفل. لن ترضى والدتي بغير ذلك. أنا متعبة جدا الليلة.
حسناً، ليلة سعيدة. بمن أتصل الآن؟ احذري، أخفي الأمر عن ينهي. إن علمت أنها فازت بالجائزة الأولى لن تسكت. أتعتقدين بأنني غبية؟ مرحباً، هذه هي أنا. إيهو، ربحت الجائزة الأولى. هذا من لطفك. علي أن أذهب باكراً إلى أزياء جي إس. سأرى رئيس الشركة. حسناً، إلى اللقاء. وداعاً وداعاً. أوه، ألو، من؟ أليس هذا هاتف من هي؟ نعم، إنه هو. أستطيع التحدث إليه؟ لقد خرج لبعض الوقت على... أنت إيهوة؟ ينهي؟ آها، لما تجيبين على هاتفه؟ لقد خرج لبعض الوقت. أين أنت الآن؟ هنا. ما اسم الفندق؟ أتذكر أنني... إيهوة، ما الأمر الآن؟ أمي أجابت ينهي على هاتفه. وإذن؟ إنها في الفندق مع منهي. ماذا سأفعل الآن؟ قولي لي. متأكدة بأنها أغوت. إيهوة، أولا اذهبي واغسلي وجهك وإلا تجعد. أمي، كيف يمكنك التفكير بهذا الأمر الآن؟ اطرديها. ماذا سأفعل؟ اهدئي. أجل، من هناك؟ ماذا يجري؟ أسكت، اهدئي. ما بك؟ هل نمت جيدا؟ كيف وصلت إلى هنا؟ كيف وجدتني؟ كان من السهل العثور عليك. هذا الرجل؟ انهض، انهض. لا، أنا خائفة. أسكتي أنت. عذراً أنستي، من الأفضل أن تنهض الآن قبل أن يزداد غضبي. انهض، هيا. لا، هيا. هيا. أيها الحقير، إياك أن تضربني. ابتعد، انهض، هيا، ابتعد من هنا. قلت لك انهض. حقير، قف. هيا، هيا. تحاول ضربي أيها الحقير. أيها الحقير، أنت اسمعني، من الأفضل أن تكون حذرا في المرة المقبلة. هل هذا مؤلم؟ ماذا أصابك؟ هل تتألم؟
ذلك الحقير. ينهي. أهلا. تقيأت ثانية؟ هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير. هل أنهيت عملك؟ أجل. لماذا شربت كثيرا؟ أسفة. انظروا من هنا. حسنا لحظة. وقع لي أرجوك. حسنا حسنا علي أن أذهب. وداعا وداعا. بارك تعال هنا. هل طلبتني سيدي؟ لما لا تقوم بعملك؟ كيف يمكن أن يكون من هي على الصفحة الأولى ولا تعلم أين هو؟ أحضره إلى هنا. أحضره فورا. صعلوك. متأكد أنك تعلمت هذا في الجامعة، لكن الأزياء تبتكر عندما يجتمع قسم التسويق والتصميم معا. كما تعلمين أنا رئيس التسويق هنا. إن لم يسوق التصميم الجديد مبكرا فسوف تفلس الشركة. مهما كانت روعة التصميم لن يباع. المدير يريد رؤيتها. لما لا تتركها تدخل يا مدير التسويق؟ يمكنك الذهاب. لا بأس. حسنا رجاء أخبرني بالمزيد لاحقا. ماكرة. حقا؟ هكذا يصبح لدينا ثعلبان في المكتب، أحدهما ذهب والآخر لا زال واقفا هنا، صحيح؟ ماذا؟ ادخل. مرحبا. اجلسي. تحب الموسيقى الكلاسيكية؟ وأنا كذلك. أولاً أريد أن أهنئك على الفوز. شكراً، هذا بفضلك متأكدة. ألم تحضر عرض أزياء والدتي قبل عدة سنوات؟ حقاً؟ لا أتذكر. تبدو محنكاً أكثر الآن عما كنت وقتها. هل قمت بذلك بالاعتماد على نفسك؟ عذراً؟ أنا أسأل فقط لأن والدتك تعد مصممة مشهورة. حسناً، طلبت القليل من المساعدة منها. فهمت، يمكنك الذهاب. هل انتهيت؟ نعم.
إذن وداعا. وداعا. أليس مبالغا جدا فيها؟ لا لا أعتقد، إن الطراز يتطلب ذلك مع الأطراف وكل شيء. إنها رؤيتي. سيحضر شخص من أزياء جي إس، لذلك جهز النماذج للعرض. نعم سيدة سونغ. أمي إيبان، ماذا حصل لوجهك؟ تصيبك الندوب بسهولة لأن ملامحك كبيرة. أين كنت ليلة البارحة وما فكرة ظهورك الآن؟ لقد كنت أرفه عن الزبائن. ترفيه؟ وهل ضربت لهذا السبب؟ لكن الحقيقة البيت مقلوب رأسا على عقب، ووالدك في رحلة عمل، لم تعد تهتم بالعودة للمنزل، وينهي تتصل بي في منتصف الليل من فندق. فندق؟ وكيف هذا؟ سمعت أنها أمضت الليلة هناك مع منهي. تلك الصعلوكة الصغيرة. هناك مثل يقول الهادئ هو من يجلب الدمار لأهل بيته. لابد أن هناك أمرا ما، إنها تبدو ضعيفة بينما هي قوية حتى في طريقة إغوائها. كتلك المرأة التي لم أعرف لليوم سرها. اطردوها فقط خلال غياب والدي. على كل، لماذا أتيت إلى هنا؟ أمي ليس لدي مال. لكن أمي قلت لا. مكالمة لك، قال إنك ستعلمين من هو. نعم نعم أنا في بوشن، واسمه صاحب السيارة. نعم شكرا لك على اتصالك، شكرا. لا أصدق. أمي لا أمي. يجب أن تحافظ على صورتك، يجب ألا تكون حساسا. ألا تثق بي؟ لماذا تزعجني؟ لأنني قلق عليك. سأهتم بالأمر، اطمئن. هاي سينغ سوك. هذا أنت؟ مضى وقت طويل. نعم إنه رائع. لابد أنك مشغول هذه الأيام. سوف أذهب. حسنا. من هي، يوما ما علينا أن نعمل سويا. جد من يجلب لك مالا كثيرا. حقا؟ Thank you.
أنت اخرجي، أمي تريد أن تراك. هل طلبتني؟ متى عدت الليلة الماضية؟ آسفة، عدت متأخرة. ولما لم تأتي للعمل اليوم؟ شعرت بالمرض وكنت مشغولة جدا. هل تتوقعين أن تكوني بخير بعد السهر الطويل؟ كيف تجرؤين على الذهاب إلى فندق بعد منتصف الليل ومع شاب؟ كيف استطعت فعل هذا؟ ألا يجب أن تفهمي؟ يهوى، أحضر الماء. حاضر أمي. من تظنين نفسك أيتها الوقحة المتشردة؟ يتيمة مثلك تجرؤ على تدمير سمعة تعبنا لتحقيقها؟ أمضينا العمر كله في بناء سمعتنا. أمي الماء. أمي. بسبب زوجي بذلت جهدي لأكون صبورة معك، لكن يظهر أن الصبر لا ينفع معك. لو سمحتي، لدي ما أقوله. ألا ترين أنني أتكلم؟ ألم تتعلمي آداب الإصغاء؟ أنا ممتنة لكل ما فعلتموه. ماذا؟ أعدك بإعادة كل شيء يوماً ما. إذن أنت تقولين إن لديك تصميماً وكبرياء، صحيح؟ أتمنى لو كان باستطاعتي. شكرا سيد إن شخصيا ثم أغادر، هذا يحزنني. أرجوك أخبريه بعد عودتي من رحلته. هاي أنت، انتظري، أين تذهبين؟ أيتها السعلوكة. أنت مثلها تماما. هيا اجهزي بسرعة. لا إنه دورك. لا إله إلا هيا ارتدي هذا. عليك انتظاري، لا تذهبي. حسنا أنت هنا؟ ما هذا؟ ملابس؟ أيها الملابس. سنية محظوظة جدا. دعي أخر ملابسي. سنية ليست هنا؟ لم تأتي اليوم. لماذا؟ إنه عائق حقيقي، لديها مشاكل مع المدير. أنت تعلمين كم هي ساذجة. سنية. سنية. من؟ هذه أنا ينهى. دعيني أرى. لا شيء. أريني. لا. انظري إلي. ذلك الأحمق، كيف فعل ذلك؟ ينهي، لا أريد أن أعيش. أرجوك لا تبكي. أرجوك.
هذا يكفي، جففي دموعك الآن. هل يمكنك أن تعرف مكان هؤلاء الأشخاص؟ لما تريد هذه المعلومات؟ سأشكل فريق تصميم جديد، لكن كان لجي بونغ هان خلافات مع الشركة. أرجوك أسرع بالبحث. ماذا عن العمال الحاليين؟ انقلهم إلى المصنع. ادخل. هذه تصميمات من معرض السوق. سأراها لكن لاحقا. ماذا؟ عودوا للعمل. ما به؟ هل حصل شيء جديد في المصنع؟ ما المشكلة الجديدة الآن؟ من يعرف؟ لنعد للعمل. هل يمكنني التحدث إلى ينهي؟ متى استقالت؟ هل تعرفين مكانها؟ شكرا لك. من المتصل آنسة شينغ؟ إنه من أزياء جي إس. لما لم تحول الاتصال لي؟ لم يطلبك أنت، بل طلب ينهي. ماذا تقصدين؟ لماذا رحلت؟ كيف لي أن أعرف؟ لقد أخذت أغراضها دون إذن وذهبت. وتريدين أن أصدق هذا؟ ليس لديها مكان تذهب إليه. بل لديها مكان، أنت لا تعرف شيئا عنها. كيف تجرئين؟ هذا ليس صحيحا. أليس لديك شفقة؟ دعها تختبر الحياة وحدها، فلا يمكن ضبطها. هوايتها إغواء الرجال كوالدتها. عذراً، هل يمكنك إرشادي إلى الشارع الثاني؟ أجل، إنه مكان سكني. إنه عادي، ولكن تفضل. ينهي، لدينا ضيف، تفضل. ينهي. سيدي، أنا آسفة جدا لأنني غادرت دون أن أشكرك حتى. لا بأس، أنا من عليه أن يعتذر. كيف وجدتني؟ بحثت عني كثيرا؟ ذهبت إلى مدرستك وإلى الملجأ، ثم كما ترين وصلت إلى هنا. أنا بخير، لذا أرجوك لا تقلق بشأني. ينهي، أنا لم أفعل شيئا من أجلك.
أحضرتك للبيت وسببت لك الألم. هذا غير صحيح، لن أنسى لطفك معي أبدا. استخدمي هذه لدفع فواتيرك. لا لا بأس. خذي. شكرا لك. لا تقلقي بشأن دراستك، عليك إكمال دراستك. سأبعث لك نقودا للإيجار والدراسة. الجو بارد فادخلي. لا بأس، سأدخل بعد مغادرتك. ابقي على اتصال. حسناً.